الوطنية للتنمية البشرية اللي فائدات تقريبا 16 مستفيد. بالنسبة للمشروع الموضوع التنسيق اللي غادي ديالو هو مشروع بناء وتجهيز دار الصناعة الجامعة ديال الترابية ديال بوميمة. بالنسبة للأهداف هو الهدف الأساسي ديالو هو تحسين الجودة ديال الإنتاج وأيضا تسهيل عملية الزواج ديال المنتجات بالنسبة لنساء الصناعات الجامعات الترابية ديال بوميمة والجامعات المجاورة. المشروع ديال الجامعات الترابية المجاورة للجامعات بوميمة وأيضا الجامعات ديال بوميمة بالنسبة للغرفة الإجمالية 800,000 درهم كتساهم فيها المبادرة الوطنية 500,000 درهم ساهمت فيها الجامعة الترابية بوميمة 200,000 درهم وأيضا المديرية الإقليمية للصناعات التقليدية 100,000 درهم كتجهيزات. بالنسبة للسير كاين تعاونية الاتحاد التنظيمي بالنسبة للسير كان على جلب البروسيدور ديال لابيلا كونديداتور كنعتقد التعاون باش نسير.
زيتو حتى تشعلوا ولا يلا دابا غادي تصح عاد غنطلقوا دابا ان شاء الله ياك تا مولانا ان شاء الله والله يجعل دابا الله يبارك الله سي سير ان شاء الله سي سير راه تيدعي معكم دابا كي تدلك السلاك السلاك رئيس جامعة كلميمة. هذا المشروع ديال دار الصنيعة، الفضاء دار الصنيعة، فضاء دار الصنيعة يدخل في إطار شراكة مع مبادرة التنمية البشرية والمجلس الجامعي، في إطار شراكة يهدف إلى تكوين قدرات الصناع التقليديين المحليين، وكذلك المنتوج هذا المنتوج خصو التسويق ديالو حسب المنتوج المحلي يتسوق، ويهدف الى في اطار المقاربه التشاركيه مع هذا الصناع التقليديين المحليين.